السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ اليوم جبت لكم تدريج شعر سفلي بالماكينة الصينية. بتمنى مو مشترك بالقناة تشترك بالقناة ويفعلنا زر الجرس ليوصلوا كل شيء جديد. راح أترك لكم رابط الانستغرام بالوصف عفوا، وهنيك أنا جاهز لرد على أي حد ناوي يستفسر عن أي شيء بمهنة الحلاقة الرجالية. طبعا شباب مثل ما أنا شايفين الشعر كتير طويل وكتير سميك من الجوانب، فنحن ما فينا نبلش زيرو فورا. جبنا مشط الستة وبلشنا ننظف مظبوط، ننظف الجوانب. طبعا شباب انا اخترت مشط الستة لانه مشط الستة نمرة عالية كتير، ونحن بس بدنا ننظف ونشيل من الطول، ما بدنا نحن انه نقص او نعتمد على نمرة الستة، نحن بس فقط عم نخفف الطول. هلا شباب هذا الحرف كله بنشيله كمان على المقص العادي مثل ما انا شايفين. طبعا شباب نحن هلا كل شيء اشتغلنا على الستة او على المقص هذا يعني بس يعتبر تنظيف وتخفيف شعر كرمال نحن نبلش بالقصة النظامية. مثل ما انا شايفين عم ننظف الشعر مظبوط عن نمرة ستة شباب، لانه دائما شباب برجع بذكركم لما يكون الشعر الجوانب كتير طويل ما فينا نحن نبلش زيرو فوران او نبلش واحد فوران، دائما لازم نشيل بنمرة مناسبة، ستة اربعة خمسة ثلاثة سبعة عشرة، في نمرة عشرة كمان، بس يعني بعد فوق الستة ما بتستخدم كتير. هلا شباب بنجيب ماكينة الاكسترا. طبعا نحنا رح نشتغل اليوم تدريج سفلي، كتير رح يكون سفلي يعني ما رح نرفع الزيرو ولا بأي شكل. شايفين معي كيف شباب؟ يعني فوق الاذن بصمت تقريبا ما اكتر، وبدنا نشتغله بشكل مقوس كتير لتحت. شايفين معي كيف بلشنا ننظف؟ طبعا هذا النوع من القصات شباب بيحتاج كتير، اول شيء بيحتاج كتير تدقيق وكتير ماكينة تكون منيحة، وكتير بيحتاج يعني انه يكون عندك طولة بال انت، لانه دائما نحنا عنا بالمصلحة كل ما نزل التدريج اكتر كل ما زادت التفاصيل، ونحنا عم نشتغل يعني تدريج واطي من اوطى الشيء. مثل ما انا شايفين هلا حطيت مشط الواحد ونص على الماكينة الصينية، بلشت نظف تقريبا اصبع ونص اصبعين فوق الاذن. هلا شباب بما انه الشعر لسه سميك من فوق ونحن علمنا الزيرو وعرفنا كيف رح نشتغل وشو المساحات اللي رح نشتغل عليها، نشتغل بمشط الاربعة مثل ما انا شايفين. نظفنا بعدين حطينا مشط الثلاثة تحت الاربعة. دائما شباب نحن لما بدنا نشتغل تدريج واطي او تدريج منخفض نمرة النص او الواحد حرف الزيرو بنخليهم اخر شيء، النمر الواطية بنكسرها اخر شيء، مهم نركز على النمر العالية. نتمنى شايفين هلا حطينا مشط اثنين، هلا حطينا مشط الواحد ونص. شايفين معي كيف شباب؟ نظفنا مظبوط. هلا شباب بدنا نرفع النص بما انه الشعر نظيف وصار في شعر خفيف، بس طبعا ما بدنا نطلع بالنص كتير، دائما لازم نخلي مساحة بين النص والواحد ونص اللي عملناها كرمال نحط نمرة الواحد وندمج
الحرف بشكل صحيح. ودائما شباب برجع بذكركم بدنا نمشي مع العلام اللي عملناه بالبداية، علام الزيرو. هلا بنحط مشط الواحد، نزل مناويل على النص، كمان بدنا نشتغل على الحرف مثل ما لنا شايفين. طبعا شباب كل النمر اللي بتبلش من تحت الواحد ونص رح نشتغل فيها بأسلوب الدمج. بعدين واحد مثل ما لنا شايفين، القصة صارت محددة والأمور كلها محددة. هلأ فقط نحن عم ندمج سماكي وعما نعطي تناسق بالنمر العالية، وبالنهاية بندمج حرف الزيرو بيطلع معنا تدريج منخفض كتير رائع، والنتائج رح تكون حلوة مثل ما لنا شايفين. عم ننظف مظبوط هلأ على الواحد. شايفين كيف بلشت الرسة بالقصة شباب، وكيف بين يبلش التدريج المنخفض. طبعا شباب هلا بنجيب مشط النص، ونحنا كتير ضروري نشتغل فيه لهذا المشط لانه هو مشط دمج وبيدمج اكتر من نص الماكينة. فمثل ما لنا شايفين عدنا عليها شوي، هلا شباب منشيل المشط النص والمنويل بده يكون لفوق، ماكينة على الزيرو. هون شباب بدنا نكون يعني كتير حذرين، لأنه أي خطأ رح نرجع نضطر نعلي التدريج، ممكن إذا الزبون كان بحب التدريج المنخفض ما تعجبه أبدا إنه أنت ترجع تعدله القصة وترفع له الزيرو. لهيك بدنا نكون كتير دقيقين ونحن عم نشتغل بنمرة الزيرو. ودائما شباب نحنا الثلاثة والاثنين والواحد لازم ننظف الشعر مظبوط ونعطي مساحة الكافية لكل نمرة، كرمال نحنا بالنهاية لما بدنا نشتغل بالزيرو أو النص ما يرجع يطلع معنا أحرف جديدة ونرجع نعيد القصة من أول جديد. طبعا مثل ما احنا شايفين شباب هلا بطرف الماكينة الإكسترا راح نشيل الخط الخفيف تبع الإكسترا، لأنه يعني برجع بذكركم مشط الإكسترا ما بينكسر غير بمشط الإكسترا حصرا. هلا شباب مثل ما احنا شايفين بمشط النص بين معي خيال خفيف، سماكي خفيفة بعد ما ضربنا زيرو، فهي بننقرها بطرف الماكينة مع مشط النص. مثل ما احنا شايفين شباب بطرف الماكينة. وهلا انا راح استخدم حركة بعد ما نحدد السالف، راح اشرح لكم ليش يتم استخدام هاي الحركة. مثل ما احنا شايفين نصف دائرة السالف بده يكون، هلا شباب مثل ما احنا شايفين بنحس انه في خيال خفيف فوق النص، فنحنا كرمال ما نرجع نعيد على النمر وكرمال ما يرجع يصير معنا حرف، والماكينة دائما بتشيل كتير، يعني الماكينة ما بترحم ابدا، فورا بتشيل اي شيء بيجي قدامها. فنحنا شو بنعمل؟ بنجيب المقص بهالطريقة، بنشيك على اي نقطة سوداء على اي مكان بتحس انه فيه خط خفيف بهالطريقة. حصرا بده يكون مع طول الشعر، يعني كيف بيطول الشعر بدنا نقص نحنا، يعني ما فينا نقص بشكل العمود مثلا افقي، لازم يكون عمودي مع الشعر. هلا
هلا مثل ما انا شايفين بس عم نشيك على طول الشعر. طبعا مثل ما احنا شايفين الدقن ما بيخليها زبون، بنشيلها بننظفها كلها. دائما شباب انا بحب انه تنشال الدقن اول شيء على الماكينة الاكسترا قبل ما نشيل موس او اي باي شيء تاني. هلا شباب بترككم مع باقي تفاصيل القصة واسلوب الدمج كمان راح يكون بنفس الطريقة من الجنب الثاني. بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير وتشوفوا النتيجة النهائية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الكوافير رام.